تعالي. الله، انتوا لسه ما قمتوش برضو؟ اه يعني اه انتوا يا ولاد يلا. الله، راحوا فين دول؟ سالي باي. يا نهار اسود، بيكون علي عملها غير العيال. يا لهوي، ماشي علي، ماشي يا علي، هاتلك جنيه. اثبت يا عالم، متحركش. تمام يا فندم، مفيش حاجة جوه. يعني ايه ما لقيتوش حاجة؟ طب يلا يلا روح مع صاحبك على البوكس. تمام شفت، مفيش حاجة جوه. يلا حصل اخوك على البوكس. خلاص يا حسين، البوكس اتملى. خلاص يا عيني، اسف يا حبيبي، اسف اسف يا بابا. اسف ايه؟ اسف ايه؟ انا عايزه ولادي منه. ولادك مش موجودين في الشقه، وادينا قلبنا عليهم الشقه اهو. ده انت، ده انا همرمطك. ليه بس يا حسين؟ انا عملت ايه يا حسين؟ مش دي صاحبتك اللي بتوصيني عليها؟ ده انا هلففك كعب داير على البلاغ الكاذب اللي انت عملته لي ده. يا سلام، انت بتحددني يا حسين؟ انا عايزه ولادي منه، ماليش دعوه. طب اهدي بس يا انجي، يعني هو علي هيخطفهم ليه؟ ايوه، لان هو هددني بنفسه امبارح وقال لي ان هو هياخدهم مني باي طريقه. حتى كانت ساعتها سمير ورجاء موجودين، لو مش مصدقني سالوهم. اسالهم فين دلوقتي بس؟ ما تساليهمش، بس انا بقى عندي الدليل، لان مفيش اي حد يقدر يدخل ويخرج من الشقه دي غير البيت، لان هو اللي معاه المفتاح. حتى انتوا اكيد ما شفتوش اي اثار عنف. ايوه ده حقيقي. ما مراتك طلعت ذكيه قوي اهو علي، اما اللي كنت بتقولي عليها ليه كده؟ طليقتك من فضلك، مش مراته. طب شوفوا الست الذكيه دي بقى ادت المفتاح لمين؟ يا هانم، انت اديتي المفتاح لامي. ايوه دي ست غريبه. وابوكي؟ اه بس ده راجل كومل ومحترم. وامه هليش؟ دي اللي مربياني. وهليش اللي ما ترباش؟ بس ابن الست اللي مربياني. ورجاء؟ اه اعترض بقى على جوجو. وعيالنا مي وسولي. اه تصدق هي دي الغلطه؟ انتوا بتتبرعوا بمفاتيح ولا ايه؟ فاضل مين في مصر معهوش نسخه من المفتاح؟ انا الوحيده اللي في مصر اللي معيش نسخه مفتاح اللي انت. حرام عليك، ده انا صاحبتك الانتيم. ده انت ما استخسرتيش في عليه. لا استخسرتي يا اها نسخه مفتاحك اهي يا روحي، بس انا نسيت اديها لك. معلش يا روح قلبي، جلبتك حياتي. صح يا اسمي، معقوله نسيت؟ انا قلت برضه حبيبتي. بس اوعي تضيعيها. ها يا روحي، ميرسي. بص بقى يا مير، طالما انت جيت هنا بشكل رسمي، انا بقدم برضه بلاغ رسمي في الهانم انها ضيعت عيالي اللي هم في حضانتها. حصل. حرام عليكم يا ناس، حرام عليكم، انتوا لسه هتقدموا بلاغات في بعض. حرام عليكم، حرام عليكم. شوفوا العيال المشرده فين دلوقتي يا حبايبي؟ يا ترى انتوا شبعانين ولا جعانين؟ عطشانين ولا مرتويين؟ بتبيعوا مناديل ولا حافين؟ بردانين ولا متغطين؟ كمان يا كاميليا، دول عيالي يا حبيبتي، ما بعملش اللي انت بتعمليه ده. اسكتي يا انجي، اسكتي. يا ترى انت في انهي شهره يا سولي يا حبيبي؟ يا سولي يا حبيبي كده اوفر يا كاميليا، اوفر. ولا انت يا مي بتشدي كل تحت يعني كوبري؟ كل في عينك بنتي متربيه. انا رايح ادور على عيالي. خدني معاك يا علي. بس انت طلعتي جدعه يا كاميليا، خليتيهم ينزلوا يدوروا على اولادهم بنفسهم. حسين. ايه يا حبيبتي؟ تعرف ان الفيو هنا حلو قوي؟ ما تاخدينا شقه على البحر زي اللي يا حسين. صدقي صح، وحشتنا يا كيمو. لا ما تقولش كده، انا مش وقت عيني. يا غالي، ده انا هنفخك. ليه بس يا حسين؟ راح مين المسقعه بتاعتي يا بنت؟ حاضر. تمام يا فندم. انت غطسان جوه كل ده بتعمل ايه؟ فندم انا جايب لك الكبيره يا فندم. انا فندم بحاسه الشم العاليه اللي عندي اللي اقوى من الكلب البوليسي، توصلت لعلبه الكشري دي اثناء البحث. انا شاكك فيها يا فندم. ليه؟ شاكك تكون حمضانه. وريني كده. انت كيب كشري، كل وقول لي. ده ثانيه واحده بس. لا لازم تشوف. الله، ايه ده؟ ده حلو قوي. عجبك؟ حلو جدا. اجيب لك كماله؟ لا هاتلي الحلو. الحلو؟ اه. ده انا حرصت لك التلاجه فيها كريم كراميل وام علي وكل حاجه، ناخدها ونعمل ايه؟ بلاغ حلويات عندنا في الاس. اه. ايه اللي في ايدك ده؟ دي يا لهوي، ده انا نسيت، دي قنبله لقيتها يا فندم. امسك يا فندم. ابن بيتك، طب خد يا نبت المفعله. يا فندم، هو انا خبير مفرقعات علي عسكري وانت ظابط؟ انفتح يا ابن الزحت. يا رب ما تنفجر بصوت عالي، اصل بتضايق. ده باور بانك يا غبي.
بنك ايه يا فندم؟ النهارده السبت البنوك كلها قافله. صدق انت يلزمك نسخه من المفتاح. ايوه يا فندم، انا عايز نسخه اجي ادور على العيال دي من اول النهار. بس مش مفتاح الشقه. امال مفتاح ايه؟ انت عايز مفتاح انجليزي على نافوخ. لا يا فندم، لو في مفتاح عربي ماشي، اصل انا في الانجليزي شويه شويه يعني بزك كده.